هناك أضرار مرتبطة بكمية لا يستهلك الأكياج من اللحوم، لأن اللحوم حد ذاتها ما عنده أي ضرر ذاكو على الجسم. حتى دراسات اللي تتكلم عن أضرارها دراسات تعتبر ما هي بتشين، والله ما هي بازها مو بتشين. حتى هون الضرر اللي يعود على الكمية اللي حد مثلا يستهلك كمية لباس بها مفرطة، قد توجه له ذاك، لأن زيادة دهون مشبعة اللي تعود باللحم ياسر، وبالتالي قد توجه له تأثير على أمراض القلب، وحسبته حد قاعد عنده الأمراض ديجا أمراض الأوعية الدموية، تصلب الشرايين كذلك. لذلك ينصح أن حد يحترم الكمية الموصى بها، معان تقريبا بما أنه وجه العيد قد حد يمشي ل 200 جرام للنهار. يقف الحالات العادية يمشي من عند 100 إلى 150 جرام للنهار، ما يحاول عنه يزيد عليها، كي يتجنب الأضرار قد تعود. هي ما هي أضرار أكيدة، هي لا احتمال،